دابا هذا تبارك الله شحال نقولوا الثمن ديالو؟ هذا تباع ب 6000 درهم. تبارك 6000 درهم عليها كيعجبك الجين طنجة. ها اللي ربحوا اه يا الله الا في اخرها واقيلا نعدلوا هذه. الله يحفظ باقي باقي ان شاء الله. هذا شحال الثمن ديالو با؟ 405. 2000 تبيع 200 تبيع. وهاد الناس باغيين يشنقوني انا خايبره. انا ما بقيت كنفهم والو والله ما بغاش. قال لي خصو مليون و100. ما تقولش ديتيهم ولا خليتهم؟ خليتهم نتوما باش نديهم. واخا الراجل حماق هذا ولا الناس هادو ماشي دور. انا خايب ابراهيم والله الا كيجيوني ماشي هذا ما خصوش يكون. خوتنا كيموتوا في غزه والله ما خصو يكون. قسامين بالله بنادم اللي عنده كيمشي كيجبد الفلوس وكيمشي يشري بحال الدرويش كيجي لهنا كيتسقهر وكيتسكوى كيوز يدو عند الله واللي يقول ما عندي ما نعمل اللي عطى الله هو هذا. يحشمو شويه وحنا يعاود زعمو شويه وبنادم كلشي يعيط زعما الدرويش هاد العام غادي يعيط. السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي. اليوم رجعنا للسوق مره ثالثه. مره ثالثه اليوم مره ثالثه صافي مزيان الحمد لله. السوق سيدي ادريس عمار واليوم جينا نعرفوا الاسمنه وكنشكروا بزاف السلطه المحليه وتبارك الله. شوف باش عجبني هو التنظيم ديال السوق اللهم بارك. يالي شي باسي اليوم مرحبا خاي ابراهيم تبارك الله عليك. وكنشكروا على التنظيم السوق خاي يوسف تبارك الله عليك. او ديالي تبارك الله عليك تبارك الله عليك مزيان كما كنشوفوا. عارفين عرفت البرايه دابا شي فوق راه صايب صايب مع شاهد صايب شاهد لا الحمد لله والله الا باه هذا راه فيهم وفيهم عطينا الشبر اجي شحال وصلنا يا اكبر حاولي ما تكذبش عليك. حاولي وصل مليون و مليون و مليون و 300 مليون و 400 قلبك 9000 كما نديو ثلاثة انا ونسيب وكذا عطينا 7000 درهم ما بغاش يجيب راه هما فين باقي واقف. سيدي بنور سيدي بنور تحياتي سيدي بنور تحياتي سيدي بنور مرحبا بك في طنجه. الله يحفظك. اجي نقول لك شنو اللي خلاك تجي تبيع الحواله في طنجه؟ وكيجيبوا لنا كليان 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 ضروري خاصنا نجيو عندهم اللي كنتصارفوا معاهم شحال من العام هذا. والاسمي ناحيه الثمن هذا العام هذا كيفاش؟ الثمن زايد شويه دابا هذا تبارك الله شحال نقولوا الثمن ديالو؟ هذا تباع ب 6000 درهم. تبارك 6000 درهم عليها كيعجبك الجين طنجة. فيها دابا هذا تباع صافي. لا تباع. وشحال شحال قلتي الثمن فيها الاولاني؟ 7000. 7000 1000 درهم ديال النقص دابا ياك؟ 20000 ريال. الله يجعلهم تحية. امين. شكون هذا؟ واحد خان اللي شحال قال لك هو؟ قال لي 6000 درهم اخو اخر ثمن. قلتي 5050. 5 دي بغيت ندي منه جوج. ولا 50000. مليون دو فرانك. وهذوك ما بغاش. ما بغاش يا اخي ابراهيم. تينا شحال كتخلص هاد البيع؟ تيتو 5500 في الواحد. فهمتيني؟ واحد تيتو 5500 واحد تينا 5000 درهم فيه. ما بغاش. قال لي خصو مليون و100. ما تقولش ديتيهم ولا خليتهم؟ خليتهم نتوما باش نديهم اخو الراجل حماق هذا ولا. الناس هادو ماشي دور. انا اخي ابراهيم والله الا كيجوني ماشي دابا سلمي درتي السوق اليوم كيفاش جاتك الاسئله؟ لا اخي ابراهيم. فرق هي شوف كتمشي للحد الغربيه كنرخها تما بزاف. شوف شوف ثلاثه دريسانه كنرخها زايد. كنصح بنادم يمشي ثلاثه دريسانه يمشي للحد الغربيه ويمشي لسيدي اليماني هنا عندهم الغلا اخي الغلا بزاف والله. انا كنقول السوق عمان ان شاء الله لا والو لا لا بزاف ابراهيم. 2000 درهم ما كاينش ما كيدور لنا 250 ما كاينش 3000 درهم فوق. سينا باينه دورتي واقيلا السوق مزيان. قول لنا ثلاثه سنه 4 سنه والله الا رجعت حنا سبيبيه رجعت 2000 درهم ما كاينش شي حاجه 2000 درهم هذا 3000 درهم فوق بزاف اخي. عندك هذيك الحوانه صغارين كيقول لك 3000 حتى انا درت واحد الدور خروف يقول لك 3000 درهم اخي. لا يا اخي بزاف اخي. لا جينا فوقاش من ساعه جيتي اليوم للسوق هنا؟ قول لي اذا ما مول العصر هيدا كنا هنا يعني باقي كدور باقي كندور باقي كندور اخي. لا راه ديما هانوس دكاله وناس عبده عملوا معنا شي حل. لا ما الله هادشي هذا راه ماشي نورمال. جبكم الله حنا كندوخو عارفين كلشي شني تما على مولانا كيسوا على الدرويش والسال. صافي جاب الله التيسير اخي ابراهيم. وصل لك الميس. لا لا جاب الله التيسير. اللهم ثبت العمر. دابا نسينا شحال الجهد ديالك تشري الحاوي؟
انا خاي ابراهيم عندي 270 الف تجيب ابراهيم اخاي يعني خصك تجيب الحاولي 270 الف ويكون كيسال اخاي ابراهيم نشوفوا هنا الحاولي لا مولاي اجي نشوفوا الحاولي خصال الحاولي دي عجبك نسينا نشوفوا دوك الحوالات وغالي نسينا اختار بين وبين يلا السلام عليكم حالك بركة 450 هذا الحاولي ديال اليوم السبت قالوا 450 باش كيتغدى يتعلم بيستاش كاينين ديك الحواله اللي مزاونين هذا شحال الثمن ديالو با 450 2000 تبيع 200 تبيع 40000 ريال شنو هداك ها وشحال الثمن ديال الاخراني 40 العام كامل اخي زعما كيعلفوا هادشي هذا الله يا اخي ابراهيم زعما كيعلفوا العام كامل وانا مع شهرين ديال العلف وانا غنسقسيك على الحوايج باش حرج برصه كيسبع اليوم باقي ما سقسيتي ولكن شوف باقي ما صغير ورقه دايده دابا شفت حط حط خانه كيتفاهم مع 6000 درهم قد دايده القط الله يا اخي سمعوا طنجه صافي جاب لهم طنجه باقه فيها الفلوس فهمت يا اخي ابراهيم هادو بزاف هادو الله يا اخي ابراهيم انت شحال الجود ديالك تشري هذا العام ان شاء الله؟ انا الجود ديالي الحاولي اللي كامل 4000 خصو يتباع ب 2800 2700 يعني لاحظتي الثمن صافي ما يفوتش ما يفوتش 3000 ما يفوتش يعني الحاولي بس كل واحد راه قد الحاولي الجود ديالو اخي ابراهيم بزاف هادشي هذا نتمنى ان شاء الله يكون على خير دابا ان شاء الله بجود الله كل شيء يعيط كل شيء يعيط ان شاء الله اولا الشاب خصو ما يتدابقش على الحاجه ويغلي على خام مسلم اش ديالك على مو؟ الثمن الاول اللي قال لك شحال قال؟ قال لي 420 قال لك 420 شحال ديال التنزيله؟ 3500 50 درهم غاش يرخي لنا 50 درهم 50 درهم بالرغيف ومزوقة لطيفة لطيفة الحمد لله شو ان شاء الله مصابي الصحة بالنسبة للرخاء ما كاينش الغلا راه حرق هنايا واحد الحاجة اللي بغيت نقول لك بنادم اللي عنده كيمشي كيجبد الفلوس وكيمشي يشري الحق الدرويش كيجي لنا هنا كيتسقهر وكيتسكوى كيوز يدو عند الله واللي يقول ما عندي ما نعمل اللي عطى الله هو هذا والله ماشي تاود الخير وصافي وهذيك المره درويشه قال لك شي 240 والله صبرت معاها اخويا والله الا صبرت معاها والله الا تعاملت معاها هو شو وجهك قسم بالله الا تعاملت معاها والله الا وجهك ضلخ كاين اللي سبحان الله سبحان الله الله يرحم الوالدين اخوتي والله لا صبرت معاها حتى انا هذيك باينه الحاله ضعيفه سلك سلك صبرت معاها والله لا تصبر سويت كلام شو مسكينه كسرغ توكل على الله توكل على الله توكل على الله تعبتي تعبتي توكل على الله توكل على الله تعبتي كاينه تخنيفره التي تعبر عن مناظرها الخلابه وبطبيعتها الخلابه كذلك ورعاتها الرحال الذين يرحلون من مدينه خنيفره تجاه الزغار او جاينا كيخلصك مزيان سينا هذا رباه هذا رباه كيخلصني بالله يرضى عليك ولدي كيخلصني بالله يرضى عليك ولدي با يخلصني بالله يرضى عليك ولدي مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم شكرا عام الاول قد هذا 430 دابا كيطلب 6000 درهم عطيتو 570 ما بغاش تسا 570 ما بغاش كيدير بك 6000 يعني بحال كيبيع لك زعما سدا ولا سخان 6000 بزاف زعما حرام علينا نعيدو 6000 هادي أضحية الله الله ماشي خسارة في 6000 ولا مليون ولكن تينا كتشري اللحم ديك الحاولي عاود كيطالب ديك هذه هي مخلوفة من عند الله ولكن بنادم تينا غتاخلو في الحومة واحد ما شاري شي تا الغنبة كيفاش تجينا غتعيد وخا تصدق منه شحال غتصدق غتصدق نوز الحاولي بتينا شاري ب 6000 خصو الانسان هيدا وهيدا شي قلت لك لا ضرر لا ضرر هما يحشموا شويه وحنا عاود نزعموا شويه وبنادم كلشي يعيط زعما الدرويش هاد العام غادي يعيط مرة درسي في السوق هنا جبرتي هادو راه من الجوج وانا كندور واحد راه هو اللي عطيته هادي تقلب قال لك 7000 درهم 570 كيبوش تقلب بالي 6000 ملي شاف الناس دخلوا هيدا كنتشبر شي حاجه كيدخلوا لنا عند الله
ايوا بيه قال لي 7000 قلت له لا حلفتي والله لا تبعني هذه هي الهضره والله لا تبعني يعني خلي سايلو تسمى اه مشني تبارك الله عليك قال لي والله ونفس الهضره يحلف عليا انا فلوسي بجيبي هو يمشي انا برزقك وبرزقك تعطيك كلمه حلوه هذه هي الهضره زيد اسيدي كذا شي 10000 واحد مشى لا 650 هو كتجيب اخر اللي معاه هو اللي كيعطي كيكون معطي نتمنى ان شاء الله دبر شي حاول يوافق ان شاء الله بعد مشينا بحالنا هو عيط لديك المراه ونشوف واش يبيع على بديك التسام في الاول قال 270 ونحاولي ماشي 270 240 قالت تتقاسل معاه بعدا تداس فرح العوام وعيط لا بعوض كيتسقلب ما كيفش كان المهم السوق باقي الخير موجود ان شاء الله واللي فيه اللي شي حاجه يديها يديه الله لا ما باعولاش ما باعولاش تقلب عليه باقي تقلب حمزه شحال وصلت سبين دابا فرض فرض واخاو ديالي تنجيبو حنايا ب 70 درهم وصل هنا تتقول لهم 90 درهم تيبغوش يعطيوها لك تتقول لهم عاود 85 درهم والو تتقول لهم 75 درهم تدي 5 درهم ضرب ما معقولش هذا الشيء هذا كلشي زايدين فيها خا ابراهيم ما نعيشوش حنايا ما نتزوجو ما نبنيو مستقبل بس هنا كل عام كسبيع تسبن كل عام اخا ابراهيم هنايا هذا كيصرف على الوالدين ديالو بالحلال اخاو ماشي بالحرام ولا حنا ولاد الوقت فهمتي تنحاربوا ببطاله تينا تشوف تسبن دابا تسبن لها وكاين شي قبل دابا كاين شي قبل لا تسبن قليل اخاي ابراهيم فاهم يعني تدخل 80 درهم بحال تضربوا الراس اخاي ابراهيم هو وصل 70 درهم تنقول لك تنجيبو بالكرش ادي فيه 1000 فرنك ثلاثه بيكم ما حالتك تسمر عليه ما حالتك تخلص الموتور ديالو اذا شني الربح ما عرفت تربح والو ايوا تجمع موتور ها اللي ربحوا اي الله الا في اخرها واخيرا نعدلوا هذه الله يحفظ باقي باقي ان شاء الله تحياتي خاي ابراهيم شاعل واش الغلا والسلام ما فلاقا ارخص حولي جبرتي اغلى حولي ارخص حولي كيقول لك 400 370 يا اللي واش هذا الحولي ولا قلينا الله يا خويا كاكاع تقول كي يضربوا كاكاع الخا الجو ديالك بحال كاين الجو ديالك هو الجو ديالنا بحال اللي بحال دائما 50 كنديو الحولي مزيو 250 270 ولكن 300 الخوف 370 اللي فين وصل الاخوان ديالي هيدا كانت الاجواء في السوق سيدي ادريس ونتمنوا ان شاء الله الاثمنه تعوض وشني كنتمنوا والله الله على الله غيكون الخير قسما بالله والخير موجود في الصعيد والله الا زاد دراهم واش خير والله صاحبي هذيك الكسابه يرطب لهم القلب ديالو واخنوش يشوف الحال الدرويش اي اخر 3000 درهم كيتخلص الشاريه ديالو كيطلع للسوق كتسمع الحولي 450000 اذا يمشي علق راسه حسن الخا سلام صديق ديالنا مسكين كان خصو يشري الحولي يا ما كيدور وانا مادام كان دار هيدا خا ابراهيم انا قلت لك شحال عندي في الجيم ديالي وشحال خا ابراهيم كنخلص وهاد الناس باغيين يشنقوني يا انا خا ابراهيم انا ما بقيتش كنفهم والو والله والعام اللي فاز ديت الحاولي ب 195000 راك دابا كنادي هذا كيقول لي 350 ديك الحاولي العام اللي فاز 1595000 العام اللي فاز دابا 350000 وكما شفتوا الاخوان ديالنا هنايا كان السوق نقول لكم تسالا وغنتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله ونتمنوا الازمنه تعاود باذن الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد